السلام عليكم. النهاردة هنعمل البهارات بتاعة وصفات عيد الأضحى. هنعمل خلطة البهارات السبعة الأصلية وبهارات الشيش طاووق وكمان بهارات البطاطس وبهارات المحشي وكمان بهارات الفتة وكمان بهارات الكبدة الإسكندراني وكمان هنعمل بهارات سلق اللحمة وكمان سلق الفراخ. أول حاجة هنعمل خلطة البهارات السبعة. هنجيب بطرمان وهنحط معلقة صغيرة من الهيل أو من الحبهان المطحون ونص معلقة صغيرة من القرفة المطحونة ومعلقة صغيرة من الكمون المطحون ومعلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من القرنفل المطحون وكمان معلقة صغيرة من ورق اللوري المطحون. وهنغطي البطرمان ونخلط المكونات دي مع بعض. لازم يتخلطوا مع بعض كويس جدا، وممكن نحطهم في مطحنة الخلاط ونشغلها شوية صغيرين، هيتخلطوا مع بعض كويس. بتستخدم البهارات السبع في المشاوي وكمان في الكبسة وفي البرياني. دلوقتي هنعمل بهارات الشيش طاووق. هنحط في البطرمان معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغيرة من القرنفل المطحون ومعلقة صغيرة من الهيل المطحون ومعلقة صغيرة من القرنفل المطحون ومعلقة صغيرة من الزعتر ومعلقة صغيرة من الثوم البودر ومعلقة صغيرة من الكركم وكمان معلقة صغيرة من الملح. ودي توابل الشيش طاووق بنستخدمها في الفراخ المشوية وكمان في تتبيل الشيش طاووق. هنخلطهم برضو كويس جدا. هنعمل دلوقتي توابل البطاطس المقلية. معانا معلقة صغيرة من الثوم البودر ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ومعلقة صغيرة من البصل البودر ومعلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الملح. وفي تكاية كده صغيرة مش هتلاقوها غير على قناتي، وهي هنجيب مكعب مرق الدجاج ونطحنه وناخد ربعه على المكونات دي، ولو بتعملوا كمية كبيرة حطوا مكعب الماجي كله. وبرضو هنخلط التوابل دي مع بعض كويس. ودي توابل البطاطس المقلية. دلوقتي هنعمل بهارات المحشي. معانا معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الجنزبيل البودر ومعلقة صغيرة من الزعتر ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من النعناع المجفف. ممكن تسيبوه زي ما هو وممكن تطحنوه. وبرضو هنخلط المكونات دي مع بعض كويس جدا. ودي بهارات المحشي. بتدي للمحشي نكهة جميلة جدا، مش هتستغنوا عنها أبدا وانتوا بتعملوا المحشي. دلوقتي هنعمل بهارات الفتة. معانا معلقة صغيرة من الهيل أو الحبهان المطحون ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود ونص معلقة صغيرة من القرفة الناعمة ومعلقة صغيرة من ورق الغار المطحون ومعلقة صغيرة من الكمون المطحون وكمان معلقة صغيرة من الكزبرة المطحونة. وهنقفل البطرمان ونرجه أو نخلط المكونات دي كويس جدا مع بعض. ودي بهارات الفتة. بتدي للفتة طعم جميل جدا، وسر طعم الفتة المميز في البهارات بتاعتها. دلوقتي هنعمل بهارات الكبدة الاسكندراني، وممكن نستخدمها في تتبيل الكبدة المقلية. معانا معلقة صغيرة من الكمون ومعلقة صغيرة من الكزبرة ومعلقة صغيرة من الثوم البودر ومعلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومعلقة صغيرة من البابريكا. وعلى التوابل دي هنحتاج ليمونة واحدة مجففة، هنطحنها في مطحنة الخلاط ونضيفها على التوابل دي. والليمون المجفف سر طعم الكبدة الإسكندراني المميز. وهنخلط التوابل دي مع بعض كويس جدا. بتدي للكبدة طعم مميز جدا. دلوقتي هنعمل بهارات لسلق اللحمة وسلق الفراخ. معانا معلقة صغيرة من الملح
ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الجنزبيل البودر، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقة صغيرة من الكركم، ونص معلقة صغيرة من الشطة أو الفلفل الأحمر الحار، وكمان نص معلقة صغيرة من القرفة الناعمة، ومعلقة صغيرة من ورق اللوري المطحون، ومعلقة صغيرة من الهيل أو الحبهان المطحون، وكمان معلقة صغيرة من القرنفل المطحون. توابل سلق اللحمة والفراخ دي جميلة جدا، بتدي للشوربة طعم جميل جدا. كفاية بس تستخدموا منها نص معلقة، بتدي للشوربة والفراخ واللحمة طعم جميل جدا ومميز. والتوابل يفضل اننا نحفظها في بطرمان من الزجاج، وكمان يفضل اننا نكتب على كل بطرمان اسم التوابل بتاعته. وبكده اكون عملت معاكم معظم التوابل اللي بنستخدمها في وصفات عيد الاضحى المبارك. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.